نوفمبر 2019 بابر 3 فاريانت 1. والسؤال الثامن ايه؟ السؤال هنا يا جماعة في منطقة الساوند ويفز، بيكلمني عن تيونينج فوركس، الشوكة الرنانة. طبعا الولد بيبدأ يخبطها فبتبدأ زي ما انتم شايفين بتطلع صوت. ليه بتطلع صوت يا جماعة؟ لان بتبدأ البرونكس دي تهتز يمين وشمال، فتعمل اضطراب في الاير، تعمل كومبريشنز وريفاكشنز، فبالتالي نسمع صوتها. فلما يسألني هنا سؤال يا جماعة يقول لي state how that tuning fork produces the sound. أي sound في الدنيا يا جماعة بينتج عن vibration؟ أي sound في الدنيا بينتج عن vibration؟ طيب complete the following sentence. Choose a word from the box. Electromagnetic, longitudinal, or transverse. A sound wave is يا جماعة sound في حبيبي longitudinal، لا هو transverse ولا هو electromagnetic. تمام؟ طيب loudspeaker produces a sound with frequency 25,000. يا جماعة 25K يعني 25,000 هرتز. A student with healthy ears cannot hear this sound. Explain why. حبيبي احنا اتكلمنا قبل كده ان وداني بتسمع من 20 إلى 20,000 هرتز فقط، فبالتالي 25,000 هرتز مش هيتسمع. طبعا اللي قبل العشرين يا جماعة بنسميه infrasonic، واللي بعد العشرين ألف بنسميه ultrasonic. لا ده بيتسمع ولا ده بيتسمع، إنما اللي ما بين العشرين والعشرين ألف بنسميه audible range. فهنقوله audible range of frequencies is between 20 and 20,000 هرتز. So 25 كيلو هرتز is ultrasound. Ultrasound يعني فوق العشرين ألف and cannot be heard. دي إجابة هذا السؤال. خش على السؤال اللي بعده. رسم لي تعبير عن ساوند ويف. وكلنا عارفين يا جماعه ان الساوند ويف لونجيتيودنال، يعني تتكون من كومبريشنز وريفراكشنز، حتت قريبه وحتت بعيده، حتت متقاربه وحتت بعيده. فبيقول لي the air particles are moving on figure 8.2. draw two arrows in opposite direction to show the movement of air particles. بصوا يا جماعه، سواء الساوند ويف ده كان ماشيه كده او ماشيه كده، احنا بنقول ان الساوند ويف لونجيتيودنال. خلينا نفترض ان هي ماشيه كده. يعني ايه longitudinal؟ يعني ال particles of the medium vibrate parallel to the direction of the wave. ال particles of the medium vibrate parallel to the direction of the wave. تمام؟ طيب فبالتالي هيحصل اللي احنا شايفينه بهذا الشكل. طيب use figure 8.2 to determine the wavelength of the sound waves. طبعا يا جماعه الرسمه تكون بالشكل ده. انا عايز بقى عايز اقيس الويف لينث. بصوا يا جماعه، هو الويف لينث هي المسافه ما بين كومبريشن والكومبريشن اللي وراه. انا ممكن اجيبها من مسطره ان انا اقيس واحده وخلاص، بس في طريقه اشيك اللي هي يا جماعه ادي كومبريشن، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع، ادي الخامس. يبقى يا جماعه انا عندي كام ويف؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. اربعه ويفز من هنا لهنا يا جماعه ويف، ومن هنا لهنا ويف كمان، ومن هنا لهنا ويف كمان، ومن كومبريشن للكومبريشن اللي بعده ويف كمان. فانا عندي هنا اربعه ويفز، فدول اربعه ويف لينث اللي انت شايفهم قدامك، دول اربعه ويف لينث. لما هنقيسهم بالمسطره هيطلعوا تقريبا 14.4. لو عندك في ورقتك طلعوا غير كده مش مشكله، لان الورقه اصلا بتكون متصوره، فبالتالي في الغالب ان الورقه اللي هتكون مع حضرتك مش هتكون قد الورقه الحقيقيه بالظبط. انا عندي يا جماعه 14.4 على 4، ده معناه ان الويفايه الواحده، الوفيهاي الواحدة اللي هي من هنا لهنا هتبقى تقريبا 3.6 سنتيمترز. مارك سكيم هنا يعني والله جايبها 3.6 بالظبط. يا جماعة هنا بالذات يا جماعة في الحاجات اللي بتتقاس بالمسطرة سواء هنا او بيبر 6، ما تزعلش لو ما طلعتش بالظبط زي المارك سكيم، ده موضوع بيبقى عادي خالص خالص خالص، لان مقاييس الورقة اللي معاك بتبقى غير مقاييس ورقة الامتحان الحقيقة. سؤال رائع يا جماعة عن الساوند ويفز، ارجو ان حضرتك تكون استفدت منه كويس.